السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحياتي لكل الإخوة والأخوات بكل اللغات وبكل اللهجات سواء داخل الجزائر ولا الإخوة اللي راهم موجودين في الخارج وتحياتي إلى كل الأحرار في العالم حبيت باش نتحدث هذه المرة في موضوع يتعلق بالناس هذو اللي عندهم علاقة مباشرة بالمأساة سواء كانوا طرف فيها يعني بشكل واضح أو كانوا مدعمين لهذا الطرف أو ذاك ويتوفوا مرة على مرة يتوفى واحد وشفت التعليقات وين أنه الناس يفرحوا بموت فلان أو علان والمشكلة هو أنه لما تصدر هذه المسائل من طرف ناس اللي هما عاشوا تلك المرحلة أو ربما كانوا متضررين منها قال مثلا واحد كان معتقل او تم التعذيب نتاعو او قتلوا له واحد من الاقارب نتاعو ولا من الاصدقاء نتاعو وربما تقدر تقرا له الاعذار سيما هو أن الامر لم يعالج في الجزائر للاسف شديد هو انه لم تكن هناك مصالحه حقيقيه بين الجزائر بدليل هذا السب اللي راني نشوفوا فيه على مواقع التواصل بدليل هذا الحقد اللي راه موجود يعني صارت الناس انه لما واحد يموت بدل من انه قال الله يرحمه صار الناس تدعي له وهو في القبر نتاعو والله راه مدينو هذا دليل من انه هناك حقد حقد دفين مازال موجود مازالت القلوب ليست بيضاء وانما قلوب مسوده وبهذا الحقد اللي راه موجود رانا قادرين نمشيو للحرب اهليه واحده اخرى وقادرين نروحوا لما احمد تحمدوا عقباه. وانا الشي اللي خلاني هو انه نتحدث في هذا الموضوع هو مع الاسف الشديد هو انه هناك جهل نتاع كثير من الشباب والجهل هذا اه لانه مع الاسف الشديد الناس اللي راهم في السلطة, في السلطه لم يتحدثوا بالشكل الصريح والواضح حول الماساة وانما الشيء اللي قاموا به هو إدانة طرف دون أطراف أخرى وهذا الشيء خلى الشباب الجزائري هو أنه يتورط وربما كاين منهم حتى اللي يروح هو يزيد يحمل السلاح لأنه يشوف فيه ظلم ويشوف فيه إجحاف وبالتالي هو راه رايح فيما بعد ينخرط في جهة وربما هو أنه يتم الاستغلال تاعو بالاضافة إلى أنه شفت فيه شباب ما على بالهمش بهذه المأساة، ما على بالهمش بالشيء اللي صرا، إلى درجة وين أنه منهم من كتب لي في شكل تعليقات يتهمني أنا بالجهل، ويسمي باللي هذاك اللي كان حاضر هو في المنصة لما تم اغتيال محمد بوضياف من أنه رضا مالك، وكنت تحدث في تسجيل سابق قبل الوفاة نتاع رضا مالك حول هذا الموضوع. تخيلوا انتم شاب يجي ليك يقول لك بلي هذاك رضا مالك وانت ما تعرف والو. الوغ هو اللي راه ما وحسب باللي رأى هو فاهم حتى حبه. وحاس بروحو بلي راه فاهم وفايت فايت فا والشخص هذاك اللي هو كان موجود في المنصه هو نسيب محمد بوضياف يقولوا له محمد الامين. وكنت تحدث في هذه المساله وبعض الشباب يقول لك بلي انت آه دوك نجي للقضيه نتاع رضا مالك اني راجع لها غير فقط نعرج على هذه المساله لانها مرتبطه بهذا الموضوع هذا يجي لك واحد يقول لك باللي انت كشغل انت راك جبت الصيد من وزنه آه تتحكي انت على شغل واحد آه المساله ما هيش بهذيك البساطه هذا الناس اللي هما وضعوا الصوره نتاع آه نسيب محمد بوضياف ما وضعوهاش غير هكذاك لانه هذاك اللي وضعوه فيما بعد هذا الشباب الدليل في ذلك هو انه لما واحد يقول لي انا هذا رضا مالك هو ما يعرفوش ها هو شباب تم تجهيله بهذه المسأله بالاضافه الى انه هذا الناس لما وضعوه هما وضعوه لانه كثير من الناس الاغلبيه نتاع الشعب الجزائري ما كانوش حاضرين فيها لما اغتالوا محمد بوضياف كانوا مجموعه من الناس حاضرين ثم في هذاك المسرح هذاك اللي داروا فيه العمليه نتاع الاغتيال لكن فيما بعد الاغلبيه لما يشوفوا هما الصوره نتاع هذاك نسيب محمد بوضياف هما فاهمين باللي راهو كان ثم معاه في المنصه بينما هو لا لا كان شخص ثاني وهما لما حذفوا هذاك الشخص ثاني شفت انا بعض الناس اللي ما هم فاهمين فيها حتى حبه وحاطين رواحهم باللي فاهمين كانه انا ما على باليش بالقضيه هذه هما لما وضعوه ثم وضعوه ربما قادرين هما لما يصوروا المشهد هذاك يظهروا ناس يظهروا ناس تما هما باش ينحيوا هذاك الاثر تاع الناس لانه لما قال هذاك ها هو كان كذا وهو كذا من بعد الناس تفهم بعض الحقائق هما حبوا ينحيوا هذوك اللي طراس هذوك على جال باش هما هذه هذيك المسألة وما وضعوش هما نسيب محمد هكذاك بوضياف هكذاك لأنه نسيب محمد بوضياف عندهم مع حسابات ومحمد بوضياف عندهم مع حسابات بالتالي هما وضعوا نسيبو ثم في الصورة لا علينا نعود نرجع للموضوع هذا انت عريضة ملك شفت انا بعض الشباب هكذا يكتبوا في بعض التعليقات هكذا يقول لك الى جهنم وبئس المصير كاين ربما بعض السذج بعض الناس اللي الفكر نتاعهم محدود لما انت تحت القضيه هذه يقول لك واش جابك على رضا مالك والله والله غاضك الحال والله لما يقولوا الناس الى جهنم وبئس المصير يروح الجهنم وراه المشكل هذا نتاع واحد انسان راسه سكر راسه باللعب الكاذب هذه المسألة راها تتعلق بالعقيدة خاصة لما تصدر من إنسان مسلم وكلما لما يقولها واحد راه درك هو ما على باليش أنايا عنده عداء بالإسلام وراهو هو يزرع في هذه المسائل من أجل على جال هو يدخل الناس في هذيك الأمور ربما لكن لما تصدر من عند إنسان مسلم الإنسان المسلم هو اللي يؤمن بالله والملائكة نتاعو واليوم الآخر وكذا والقدر خيره وشره ويؤمن من أن الجنة حق ويؤمن من أن النار حق ويؤمن من أن الموت حق هذا هو الإنسان المسلم هذا رضا ملك راه مات شكون منا اللي ما راهوش رايح يموت قادر انت ربما تموت غدوه دوك انت لما تقول هذا الى جهنم وبئس المصير على اساس واش تقول انت هذا الكلام هذا يا هل ترى رحت انت وعرفت انت المكان انت رضا مالك وخلاص ورانا حضرنا ذوك احنا اليوم القيامة وحضرنا احنا للحساب وحضرنا الصراط يا هل ترى إنسان منس ذوك أنت مثلا ما حبيتش تطرح معنا رضا مالك الله يسهل عليك الله يسهل عليك ما راكش أنت محتوم على جال باش تروح تطرح عليه بصح لما أنت تولي تقول في كلام يتعلق بتشويه العقيدة نتاع الناس أنا من حقك كإنسان مسلم هو أنه نوضح هذه المسائل للناس هذا رضا مالك وغيره هو راه كان في مرحلة ما كان في هذا المجلس الأعلى للدولة في مرحلة ما كان في الحكومة وراه هو من بين الناس اللي هما كانوا يعتبرون أطراف في هذه المأساة ولكن أنا من منطلق المعلومات نتاعي ومن منطلق هو أنه عايش تلك المرحلة ومن منطلق هذا الشيء اللي شفناه فيما بعد وراه توضحت الكثير من الحقائق من خلال الشهادات ومن خلال التحليلات المختلفة أنا يتضح لي باللي هذا رضا مالك تم الاستعمال تاعه هذه قناعتي الراسخة تم الاستعمال تاعه سواء من خلال الحلف اللي داروا توفيق والناس اللي كانوا يخدموا في الظلام أو تم الاستغلال تاعه من طرف نظار وجماعة جماعة آخرين مثل ما تم استغلال محمد بوضياف، ومثل ما تم استغلال علي كافي، ومثل ما تم استغلال ناس آخرين، كاين منهم اللي راهم كانوا هما مثلا مجاهدين، أو كانوا مثلا في جيش التحرير، أو كانوا في جبهة التحرير، تم الاستغلال تاعهم باسم الوطنية، وبأسماء أخرى، قال هذا الناس راهم الإسلاميين راهم جايين راهم رايحين يدوروا دولة تاع إيران، وراهم رايحين يديروا دوله واحده اخرى وراهم الناس هذوك اللي حكموهم يطيروا لهم الروس تاعهم وكذا وكاين بعض الناس الاسلاميين اللي عطاو لهم هما هذيك المبررات والمسائل راه تضحت في كثير من المسائل وراها تزيد تتضح ان شاء الله في المستقبل المهم انا الشيء اللي خلاني هو انه نتحدث في هذه المساله هو جهل كثير من الشباب مع الاسف الشديد ويتم الاستغلال تاعهم هذا رضا مالك هو لا شك هو انه راهو كان متورط في هذه الماساه سواء من خلال التصريحات نتاعو او من خلال المواقف من خلال المواقف نتاعو لكن احنا رانا مسلمين درك هذا رضا مالك راهو في الحكم ماهوش في الحكم راهو الحق درك هو الى مستوى انه مرض ومات هو راهو درك راح لعند ربي وحنا رانا مسلمين ونؤمن بهذه المسائل هو راه راح الى من لا يظلم عنده احد راه رايح ربي يدرك حنا كمسلمين نحن نسلم بهذا الامر ربي اذا كان درك هو حب يحاسبه ويعاقبه ربي هو لا يظلم عنده احد واذا كان ربي درك هو حب يغفر له وحب هو يعطي له الجنان وحب هو لا يحاسبه ولا يعاقبه كاش واحد يسأله حنا مسلمين لكن هو انه يجي واحد يحط روحه مكان ربي ويبدا هو يدخل في الناس هذا داخل الجنه وهذا داخل النار هذه لن نسمح بها ما نسمحوش بها قضيه نتاع هو انك انت تتحدث في تاريخ رضا ملك من حقك تتحدث فقط هو كمسلمين من باب الانسانيه هو انه في يوم الوفاه السيد راه مازال ما, زال ما حطوش في القبر راهو قال من باب الانسانيه احترام نتاع النفس أنت ما تسبش هذا ما كان ما تسبش ما تقولش الكلام الطايح هذاك ما تقولش الكلام الزايد من بعد راهم يدفنوه راه رايح الناس تتحدث عليه وتتحدث على التاريخ سواء عليه هو ولا على بوضياف والله على نزار والله على توفيق والله على تواتي والله على العربي بالخير والله على العماري والله على أي واحد من الناس اللي راهم هما متورطين في هذه المأساة رضا مالك هو لا يتحمل وحده هذه المأساة ولا يتحمل وحده هذه المسؤولية نتاع الدماء كاينين فيها اللي راهم هما كانوا من من الإسلاميين وكانوا خذوا مواقف نحن ما مواقف خذا مواقف من الفيس وخذا مواقف من من الجماعات المسلحة هو يتحمل ثاني أيضا مسؤولية ومش غير هو كثير من الناس كاينين اللي تحملوا مسؤوليه بطريقة أو بأخرى لازم هو الإنسان يفصل في هذه المسائل لما يكون يتحدث على التاريخ ويكون الوقت نتاعو يتحدث على التاريخ يتحدث على روحه يتحدث من من باب الواثق ومن باب الانسان اللي عنده معلومات لكن لازم الانسان يفرق بين الجنازه وبين الوفاه وبين المسائل نتاع التاريخيه انا عمري ولا كان دفعت على رضا ملك ولا دفعت على الخيارات نتاعو بالعكس كنت من المعارضين له لما كان في الحكومة ولما كان في المجلس الأعلى للدولة والناس اللي يعرفوني معرفة شخصية يعرفوا الموقف نتاعي لكن ما لازمش الإنسان يخلط هو أنه هذه المواقف السياسية نتاع رضا ملك يولي هو يربطها بالعقيدة ويولي هو يصدر في أحكام بناء عليها تراك مثلا عندك توجه اسلامي وراك تشوف انت في في هذا رضا ملك راه كافر والله مانيش عارف انا اسمه الله يسهل عليك في شخصك ولكن ما تجيش تغلط الناس ما تجيش تغلط الناس وحتى منهم تلقاه هو يدافع على شخص وش هو الفرق بين هذا القايد صالح ورضا ملك شفتوا انتم رضا ملك ما سمعتوا عليه ملفات نتاع الفساد كش ما سمعتوا على ولادو كش ما سمعتوا على كذا رضا ملك راهو كان ربما كان يهدر يا القايد صالح هو كان هز البازوكا او كان هز البلندي مانيش عارف انا لخلفيات معينه او ربما لمصالح معينه قال هذاك يلا حطوا من اصحاب الجنه وهذاك حطوا من اصحاب السعير بالاهواء انا في رايي كيف كلهم متورطين ما يجيش واحد ذوك انا برا ليه هذا القيد صالح يحطوه ذرك هو باللي راهو مانيش عارف هناك ذا والناس الاخرين لا هو كلهم راهم متورطين في هذه المأساة كل واحد والدورة تاعو كل واحد والمسؤولية تاعو وربي راهو رايح يحاسب الناس كلها كل انسان ساهم في قطرة نتاع دم سواء بالدعم أو بالتواطؤ أو بالسكوت كل واحد كيفاش راه راح يحاسب ربي أنا بالنسبة لي هذا رضا ملك إنسان مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لما تكونوا في الخطب تقريونا وتقولون باللي كان مرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومرة عليه جنازة يهودي ومن بعد آه ناظ وقف الرسول صلى الله عليه وسلم وفيما بعد قال له واحد قال له آه يا رسول الله هذه جنازه انت يهودي فقال رسول الله اليست نفس لما تكونوا تقريوا فيها في الناس تقريوها لما تكون في الواقع حاجه اخرى وهذا راه رضا مالك اليست نفس اليس مسلما مات نقول ربي يرحمه ربي يرحمه مش معناتها باللي انا راني عطيت له الجنه ربي يرحمه ربي خفف عليه حط روحك نفسك انت ثم غدوة وراها الدماء نتاع المساكين ثم والارامل والايتام والتبعات يعني ما, 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 تنتظرش انت واحد هو انه يقول يا ربي يرحمه يا, يا ربي خفف عليه لو كانت كنت في هذاك المكان في هذيك المسؤولية ومن منا ضمن الخاتم من انت وقادر انت ربما رانا نقراوها في الاحاديث وراكم مسلمين انسان في الحديث هذاك في المعنى نتاعو يقول لك ما يبقى بينه وبين الجنة إلا شبر وربما يسبق العمل تاعو هذاك فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها تعرفوها شكون اللي راهو ضامن المكان نتاعو احنا راهو يقول الإنسان نسأل الله العافية هذا درك هذا مات راهو عند ربي راهو راهو رايح يحاسبوا على كل صغيرة وكبيرة لكن احنا كمسلمين من باب الإنسانية هو أنه على الأقل هو أنك تحترم لما الجثة هذيك راه من سيدي رانا شفناهم احنا كفار ومشركين يكونوا يقتلوا في الناس يقتلوا فيهم في الكومبا يقتلوا فيهم من بعد لما يقتلوا خلاص يقتلوه يحطوه في اللي في, اللي في, البلونكار تاعو وهنا شفناهم هام هنا وقعت هنا في فرنسا شحال من جريمه ويسلموه للاهل نتاعو راهم ضربوه راهم قتلوه راهم داروا فيه ما داروا فيه لكن بعد ما يموت خلاص حطوه في البلانكار وسلموا الال نتاعو والله يسهل هذا راه مسلم راه ارتكب معاصي راه ارتكب جرائم راه ارتكب موبقات راه ارتكب كذا راه ربي راه يحاسب عليه انت راك مسلم تؤمن من انه راه ربي راه لا, تخفى عليه خافيه راه عند ربي انت قلقك هو عند ربي لكن هو انه يستغل هذا الموقف هذا نتاع الوفاة نتاعو ويعتبروه الناس كأنه انتصار <applause> سي محمد وراك رايح تنتصر لو كان نقولوا مثلا انت ما راكش رايح تموت انا يعني كنا رايح نموت كلنا رانا ماشيين ليها يا سعادة الانسان اللي راهو ثبته ربي يا سعادة الانسان اللي راهو هو احسن له ربي الخاتمة ما على بالكش بالخاتمة نتاعك راح تكون وربما يجي نهار اللي انت تولي محتاج هو انك الناس ترحم عليك وتدعيك بالخير وحنا حتى باش ما يتمش التلفيق على الناس ويتم الاستغفال تاعهم مرة على مرة نوضحوا بعض المواقف حتى باش الناس تعرف من أنه راها لا تربطنا أي علاقة بناس آخرين هذه الصفحة تاع المصالحة الجزائرية لا تربطني حتى علاقة مع أي تنظيم حتى باش الناس تعرف الموقف تاعنا هاي هاي الموقف تاعنا من أي مسألة والتعليقات تاعي نبع من القناعات ماني لا نغازل في واحد ولا انا محتاج ود واحد ولا مبنية على قناعات انا نشوف باللي هذا رضا مالك راه اخلط عمل صالح بعمل سيء مثلنا ربما في وقت سابق كانت الانسان تمشي فيه الحماس وتمشي فيه العاطفة وكذا لكن احنا فتنا هذيك المرحلة نتاع المراهقة وراه الانسان درك راهو كبير في عقله وراه يعرف هذه المسائل وما بقاتش تنطالع لنا هذيك الحيل هذيك هذا الانسان اللي راه درك هو يسب في رضا ملك ها يا سيدي راه يسب في رضا ملك درك هو على اساس انه راه ارتكب جرائم وعلاش راك الدعم انت في الجرائم في سوريا وعلاش راك الدعم انت في الجرائم في ليبيا وعلاش شرك الدعم في الجرائم في في اليمن والى غير ذلك الانسان اللي راه يحبه ربي هو اللي يعصمه ربي من التورط في هذه الدماء هذا انت مسلم انت يا الدعم في القتل في سوريا والدعم في القتل في ليبيا والدعم في القتل في, في العراق والدعم في القتل في, في بمسميات مختلفة والجين تا هو انك تنتقد انسان راه هو دار تصريحات والله دار هو مواقفه كذا في موقف المسؤولية لانك لما انت تكون رئيس حكومة او مش كما مواطن عادي لما تكون انت مواطن عادي انا شفناهم شفناهم الناس تحكي على التقوى وتحكي نتاع العدل وتحكي كذا لكن بمجرد هو انه تسند له مسؤوليه يبدا يدي في القطاع نتاع التراب ويبدا يدير ويبدا يدير ويبدا يدير ها من الناس درك يتحدثوا على السعيد بوتفليقه ولما نقول في هالكلام الكلام مانيش نغازل فيه ولا على بالي بيه لكن راني نتحدث في الواقع واحد داير خوه حط خوه مصرفه على كاس وواحد مصرفه في حزب وواحد دايرو كذا وواحد دايرو كذا وانت حاب انت هذا رئيس جمهوريه جاب ترك خارج الحكم انا نشوفو فيهم واحد داير بنو واحد داير مرتو واحد داير اختو واحد داير جده واحد داير عمتو واحد كذا ويجيو ما يتحدثوا على وسمه دوك انت لما انت تحرم حاجه ما تتحلهاش لنفسك ماشي انت تحلل حاجة لنفسك وتبدا تحرم فيها للناس هاي المساله كاين واحد كتب لي تعليق على وسمو على قال هذاك محمد تمل محمد تمالك هذاك عندي معاه خصومه شخصيه وهذا رضا مالك كنت عندي معاه خصومه سياسيه فرق بين الخصومه الشخصيه وبين الخصومه السياسيه وتحدثت في القضيه نتاع تاع محمد تملت لانه شفت ايضا بعض الناس يظلوا في الناس يظلوا فيهم كان السيد كان ينشر في بعض الملفات يبعثوا فيها بعض الناس هكذا من اجل تصفيه تاع حسابات مع ناس اخرين وقفوا معاه ها هو راح هو عشا من الماضي وعندي تسجيلات معاه خاصة قادر ذوك أنا ننشرها هاي وتسمعوه بالصوت نتاعكم واش يتكلم في فلان وفلتان وفلان وفلتان وفلان وفلتان, وفلتان, وفلتان بالاسم هاي عندي معاه أمور شخصية ولكن قلت أنا راح مات الله يرحمه هذا ما كان ربي خفف عليه وربي يرحمه لأنه هو مات راهو عنده أم أنا الأم نتاعي ما شفتهاش وكان يسب فيا وكان يقول ابن زنا وانا الوالده نتاعي تزوجته في عمرها 14 سنه من نهار اللي عرفته وهي بالمحرمه على راسها حتى نمث يجي هو يتكلم في هالكلام ومع ذلك روح ربي يرحمه هذا ما نقول وهذا رضا ملك نفس الشيء راهو درك هو ارتكب وراهو هو دار كذا ولكن على الاقل يا خويا ما تتحدش انت في امور تاع العقيده خليها ترك مسلم قال بينو وبين مولاه بينو وبين مولاه راه ربي راه رايح يحاسبو ربي راه رايح يعاقبو وربي راه هو رايح يتولاه اذا كان ربي راه هو سمح له وربي هو حب يفوته بغير حساب ربي هو حب يديه الجنه انا كوني كمسلم وكمسلم من ان ربي لا يظلم يظلم عنده احد نقول انا ربي يتولاه ربي هو اللي هو اللي يحكم لكن الانسان اللي هو لا يرضى بحكم الله هذا انسان العقيده نتاعو ملوثه وهذه المساله انا اللي حبيت باش نتحدث فيها ماشي في الوفاة الوفاة نتاع رضا مالك راهو ما رضا مالك هو توفى بينو بين مولاه تحبيت انت تتحدث في امور سياسه خليها اقعد سمانه قال عشر ايام قال كذا لما تجي مثلا مناسبه وهو أن الانسان يقيم يقيم شوف الوضع هذاك اللي كنا فيه ويبدا انت تقيم قال ها هو هذا رضا ملك اه واش نقولوا احنا نقولوا ربي يرحمه ولكن راه اخطا وراه ارتكب بعض الاخطاء وراه كانوا هذو مجموعه من الجنرالات وهو راه تورط معاهم وراه تسبب في كذا وكذا, وكذا 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 ولكن والناس الاخرين ذوك لما تتحدث ذك مثلا تقول لي باللي انت هذا رضا مالك مثلا راه هو دار هذو مجموعه نتاع الحرس البلدي والناس الاخرين ما داروش جماعات مسلحه دوك انا دوك مثلا قال محمد سعيد نطرح عليه ولا ما نترحمش عليه محمد سعيد ربي يرحمه نقول ربي يرحمه نقول انا باللي محمد سعيد انسان ما شاء الله انسان مثقف وانسان ما شاء الله عليه لبس به ولكن للاسف الشديد هو انه طاح في مجموعه الناس الفكر نتاعهم محدود استغلوه الى وقت ما وفيما بعد تم التصفيه تاعو انا نشوف باللي رضا مالك نفس الشيء نشوف باللي استغلوه مع هذا الوقت هذا اكتشفت من انه فيه الرزو موجود في الجزائر ولكن عنده فروع في الخارج ويخدم في السريه وكان الراس نتاعو مش هو غير الجهاز تاع المخابرات الجهاز المخابرات هو تم توظيف هذه المسائل لما وصل هذا التوفيق لكن هذا الجهاز السري كان يخدم الداخل كان يخدم مش غير فقط في الـ في الـ ما قبل الثوره، ما قبل الثوره تحرير جهاز كان يخدم وكانت عنده ولاءات للخارج وعنده عنده الفروخ منه ومنه وربما قد يكون رضا مالك في وقت من أوقات لست ادري ما عنديش انا معلومات رسميه حتى باش نتحدث في هذه القضيه ولكن ربما الله اعلم وربما يكون هو راه داخل في كش ما قال نوع من هذا النوع هذا. وربما الله اعلم ولكن الشيء اللي رانا نشوفو في الظاهره هكذا هو انه تم الاستغلال تاعو راه تم الاستغلال تاع علي كافي تم استغلال محمد بوضياف ها محمد بوضياف ربي يرحمه اللي هو رفض تولي المسؤوليه عشيه الاستقلال قبل هو بتولي المسؤوليه من طرف هذا نزار لما عيط له نزار والعماري والجماعه والتواتي والاكليك وقبل وكثير من الناس هذاك الكوموندو عز الدين هذاك اللي كان في وقت من الاوقات جايبها من ربه ومديونهم ومن بعد تورط في المآسات تورط وكثير من الناس غير الانسان اللي عصمه ربي غير الانسان اللي عصمه ربي كلنا معرضين للخطا هذا رضا مالك راه مات أراه عند ربي قادر ربي دوك يغفر له ولا قادر ربي يعاقبه هذه المساله احنا نخليوها لربي احنا كجزائريين ما لازمناش نربي اولادنا على الحقد ما لازمناش نربي ولادنا على الضغينه ما لازمناش هو ان ننشئوا اجيال من الحقد لانه هذا الناس اللي راهم يسبوا هذا الناس اللي راهم درك هم في, صفيه في الحسابات تاعهم هذو هو المشكله مش في الموقف نتاعك المشكل واش راه رايح يترتب على الكلام نتاعك انت تركت تربي في الناس على الحقد راك تربي فيها على الضغينه راك تربي فيها على تصفيه الحسابات من بعد واش راه رايح احنا نحوسوا هو انه هذه الاخطاء اللي وقعت ما لازمش توقع لاولادنا. حابين هو انه هذه الجراح هذه، نصفيوا هذه الملفات وهو انه نزرعوا الثقافه نتاع الاخوه ونزرعوا الثقافه نتاع التسامح، وسيدي معليش نتحدثوا على هذه المسائل ولكن في اوقاتها. تظهرك واحد راهو معرس وانت تجي تحكي له في موضوع ما على باليش كذا. والله واحد هو في جنازه وانت تحكي له في موضوع نتاع كذا. التاريخ في مكانه العرس في مكانه الجنازة في مكانه الرياضة في مكانه سمونا كل شيء كل حاجة جي مقابلة رياضية تدخل فيها السياسة اجي جنازة تدخل فيها السياسة اجي عرس تدخل فيها السياسة سمو كل شيء وغير لو كان جاورة من السياسيين والله رجال والله العظيم يا كاينين الناس من بالله غير التعبير ما يعرفش يعبر مات راهو عند ربي ربي الوكيل تاعو راهو مات في نفس الاسبوع اللي مات فيه هذاك رزاق بارا اللي هو ايضا كان راهو متورط من الناس هذو في الماساه وشهد راني شفته شخصيا جا شهد في القضيه نتاع نزار هذيك وحبيب سويديه وفي ملفات واحد اخرى ربي يتولاهم المهم احنا صارت فتنه صارت ماساه في الجزائر احنا حابين على جلباش نقلبوا الصفحه حابين هو انه هذه الاجيال ما تترباش على الحقد وما تترباش على الضغينه وماناش حابين هو انه تتكرر هذه الاخطاء اللي وقعت في وقت سابق حابين هو انه تتصفى هذه الامور وشهاده لله كنا في وقت من الاوقات لما درنا هذاك اللقاء نتاع ستيف وكون في فرنسا تصلنا ببعض الشخصيات على جل باش يكون هناك حوار حول المشروع نتاع مصالحه ومن بين الشخصيات اللي اتصلنا بها هو رضا مالك واتصلنا به وراه الاخ عبد السلام مازالوا حي تصل به وقال له أرواحه مرحبا بكم في هذه القضيه نتاع الحوار عكس ناس اخرين اللي درنا معاهم مواعيد من هذه الاسلاميين هذ درنا معاهم موعد وفيما بعد خلفوا الموعد نتاع اذا الاخوه والاخوات هذا ذوك هذا رضا ملك راهو ذوك هو راهو عنده تاريخ سواء كان هذا التاريخ راهو فيه الايجابي ولا فيه السلبي راه يجي النهار وتتضح هذه الامور وتحكى هذه الامور ونتمنى احنا كنا نتمناو على جال باش نتحدثوا مع رضا مالك وهو انه نسمعوا منه ونشوفوا الاراء تاعو بعيدا الكلام واش راهم يقولوا عليه الناس في وسائل الاعلام وفي احنا كنا حابين على جال معاه هو ولو كانت تحلي الفرص راني قلتها بالصوت وبالصوره وحكيتها عشرات ومئات المرات لو كنت تحلي الفرص نحكي مع نزار ونحكي مع التواتي ونحكي مع توفيق ونحكي مع طرطاق ونحكي معاهم كامل والكلام نتاعنا هو بغرض معالجه الماساه الناس اللي راهم حاطين رواحهم هما باللي راهم على الحق المبين وشوفوا في الناس باللي راهم على الضلال المبين يا خويا الله يسهل عليك ربما في وقت سابق هكذا كنا نسمعوا لكم ولكن تاكدنا من انه راكم على ضلال مبين وبالتالي انا ما نسمع لك ما تشوف في روحك باللي رأك من العشر المبشرين بالجنه روح كمل في الطريق تاعك انا راني نشوف فيك راك كباقي الناس قادر تغلط قادر يبتليك ربي قادر مانيش عارف كيفاش تكون الخاتمه تاعك راني نشوف باللي بشر وانتهى الامر فرق بينك وبين رضا مالك ربما انت لم تتح لك الفرصه على باش تصير رئيس حكومه نهار تصير رئيس حكومه راني نشوفك واش تدير مع الشعب هذا وكاين بعض من الناس اللي هما صنعوا هذاك الهول هذاك وخوفوا الناس يعني انت هذا ذوك اللي راهو درك هو هذا ما وصل للحكم ما راهو فيه او ديرك كراعو لاش تب الكلام انت ولو كان توصل للحكم انت واش راح تدير ماكش الحكم وهذا راهو الى جهنم وبئس المصير تا غدوة كي الحكم تولي دير؟ تولي ديرهم في الأفران باسكو راك تشوف فيه بلي هذا مش عبد خلاص تولي ديرو في فور لذلك الإخوة والأخوات لازمكم تتنبهوا لهذه المسائل حنا ما راناش لما نتحدثوا نتحدثوا بغرض تاع تصفية الحسابات أو بغرض قال استغلال المناسبات وأن... أنا شفت من من الضروري هو أنه نتحدث لأنه لو كان لقيت دعاة راهم هما يتحدثوا في هذه المسائل ما نتحدثش لو كان لقيت ناس سياسيين راهم يتحدثوا بموضوعيه ما تحدثش لكن للاسف الشديد هو انه لقينا كثير من الشباب مع الاسف مع على بالهمش اللي صرا كان اللي غلطوهم بطريقه او باخرى وشفنا من انه كاين بعض من الناس اللي راهم درك هما دايرين ثقه في ناس معينين ولكن هذه الثقه ما يستاهلوهاش لانه هذوك الناس راه عندهم خلفيات وراه عندهم اشياء اللي راه تحرك فيهم عندهم مصالح وعندهم كذا وما مشي تحدثوا بموضوعيه لذلك حبينا باش نتحدثوا بموضوعيه الانسان اللي راهو عجبو الكلام انتعي. اللهم بارك اللي ما عجبوش الكلام انتعي. الله يسهل عليه انا بالنسبه لي هذا رضا ملك اخطا مثل غيره من من الشخصيات السياسيه مثل ما اخطا علي بالحاج مثل ما اخطا عباس مدني مثل ما اخطا نحناح مثل ما اخطا جاب الله مثل ما اخطا نزار وكل واحد والمسؤوليه نتاعو ربي غدوه فيما بعد يحاسب الناس على المسؤوليات نتاعهم هذا مكان وفيما بعد حنا الشيء اللي رانا هو انه نبنيو الجزائر بعقليات جديده نبنيو الجزائر بالتسامح وبالاخوه نبنيو الجزائر هما هو انه تربيه الناس على الحقد تربيه الناس على الضغينه تربيه الناس على تصفيه الحسابات والله لن تجني منه الجزائر الا الدموع والاهات هذه كلمتي باختصار ان اصبت فمن الله وان اخطات فمن نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته